مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده عندنا فقرتين، هنتكلم مع السيد وزير البيئه دكتور خالد فهمي عن المنظومه الجديده لاداره المخلفات في مصر. احنا بقى لنا سنين او عقود بنقول عايزين نشيل الزباله، عايزين نشيل الزباله وعايزين يعني ندور القمامه، لان القمامه كنز، لكن احنا مش عارفين نستغل هذا الكنز علميا. في العالم كله القمامه دي بياخدوها يعني بفلوس علشان يقدروا يعملوا منها سماد، بيعملوا منها يعني صناعات بتدخل في الصناعات. فهنعرف ما هي المنظومة الجديدة لتدوير القمامة، التكلفة اللي على المواطن، التكلفة اللي على الدولة، هنفضل ندفع السعر على فاتورة الكهرباء ولا لا. كل الأسئلة دي هنسألها للسيد وزير البيئة. قبلها هيكون عندنا الأستاذ محمد فراج، الرئيس التنفيذي للخدمات الإلكترونية للسي اي بي. ليه هو ضيفنا النهاردة؟ لأنه الحلقة القادمة من هنا الشباب هي حلقة الفينتك، والفنتك هي تكنولوجيا التكنولوجيا الماليه. ومن اول يوم اتكلمنا فيه مع السي اي بي، والحقيقه ان الاستاذ هشام عز العرب رئيس مجلس الاداره كان مهتم جدا بالمشروعات المتعلقه بالتكنولوجيا الماليه. يعني ايه التكنولوجيا الماليه؟ يعني ازاي اعمل شمول مالي، ازاي اخلي الناس كلها تتعامل مش لازم مع البنوك ولكن تتعامل في الإطار المصرفي، فنبقى نقدر ندخل يعني الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. هنشرح لكم ده، بس أنا بقول لكم إن الحلقة الجاية الجايزة فيها 200,000 جنيه مقدمة من السي اي بي، ودي أكبر من كل جايزة لكل أسبوع. ودي طبعا الحلقة الأخيرة قبل الجراند فاينل اللي هيكون الأربع بعد القادم يوم 9 بإذن الله. ودي حلقة بس عن التكنولوجيا المالية. هنسمع من الأستاذ محمد فراج ايه هي التكنولوجيا المالية وشكل التسابق بيكون فيها ايه، وليه اهتمام السي اي بي بيها بالشكل ده. عندنا اخبار كتيرة، هنتكلم طبعا عن اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي منذ قليل مع الرئيسين القبرصي واليوناني في الاسكندرية وفكرة عودة الجذور. لكن انا هبتدي بالجو، الجو الذي يؤرق المصريين، الأرصاد والحالة الجوية اللي بتؤرق المصريين. وخلونا نشوف الخريطة التي أرسلتها لنا أو أرسلنا لنا مركز المعلومات بمجلس الوزراء. العاصفة الترابية أهي، اللون الأخضر يا جماعة يمثل العاصفة الترابية، كل ما دخلنا في اللون الأصفر دي دخلنا في الأمطار. فالعاصفة الترابية لو يمشي الفيديو يا جماعة لو سمحتوا، العاصفة الترابية اللي جاية اهي من تقريبا الجنوب الغربي او يعني من الغرب. مشي الفيديو، بتمشي اهي علشان هي دي المحافظات اللي هتكون فيها او هتمر بيها العاصفة الترابية وهتسقط فيها الامطار لحد ما تنتقل للمملكة السعودية وطبعا أراضي الفلسطينية وإسرائيل ولبنان. نرجع تاني نعيد الفيديو تاني يا جماعة لو سمحتوا، بيجي أو من الغرب يعني جايلنا من ليبيا تقريبا، لكن في جزء تاني، في جزء أهو موجود أوريدي في عاصفة هناك عند منطقة جنوب سيناء، وهو الأمطار واضح أنها هتعدي على الدلتا يعني على المحافظات اللي هي اعتقد هنا بني سويف، الفيوم، كل محافظات الوسط، ونطلع لحد فوق ونشوف تاني برضو بالاقمار الصناعية صورة هذه العاصفة الترابية اللي موجودة، اللي يعني اللي احنا هنعاني منها خلال الايام القادمة. وقبل ما اخد دكتور اسامه الظاهر يعني يشرح لي بالظبط ايه الوضع ده، انا عايز اقول لكم بس الطرق التي تم اغلاقها، ان احنا عندنا طرق سريعه كتير تم اغلاقها، و في طرق يعني لازم نحذر من هذه الطرق التي تم اغلاقها. لكن دي صور الاقمار الصناعيه اللي بتوضح العاصفه هتمشي فين. زي ما احنا شايفين هي جايه من الغرب وبتقطع الصحراء الغربية وبتخش لحد ما بتصل إلى جنوب سيناء. طيب معي على الهاتف دكتور أسامة الظهري رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري. دكتور أسامة مساء الخير. دكتور أسامة
طيب حتى يعود لنا دكتور أسامة، خلونا نقول ايه هي الطرق التي تم اغلاقها. احنا بنتكلم على مجموعة من الطرق السريعة، طريق مرسى علم ادفو، طريق الجيش راس غارب المتجه للبحر الاحمر، طريق انا اتجاه السويس الصحراوي الغربي، طريق الخارجة اتجاه اسيوط، طريق الخارجة اتجاه واحد باريس، طريق الخارجة اتجاه الدخلة، طريق شرق العوينات اتجاه الدخلة، طريق غرب الموهوب اتجاه الدخلة، يعني كل الطرق اللي موجودة في الغرب، وطريق الدخلة الفرافرة. كل هذه الطرق تم إغلاقها، طرق سريعة كثيرة تم إغلاقها، فنرجو مراجعة الطرق ونرجو مراجعة إدارات المرور لكل الناس اللي بتسافر على الطرق السريعة من الجنوب، من أسيوط لحد الشمال. العاصفة، لو نرجع للفيديو تاني، العاصفة واخدة الجمهورية كلها، فالعاصفة الطرقية. طيب دكتور أسامة مساء الخير. مساء النور يا فندم، أنا بسيادتك. لو تشرح لنا بقى من الأول خالص اللي هو حركة الرياح في يعني القادمة من الغرب ومن الجنوب الغربي أو من الغرب معظمها، إيه اللون الأخضر إيه اللون الأصفر، اشرح لنا بالظبط هذه الحركة. شوفي حضرتك، عاصفة مطرية جاية من أوروبا، هي اتجهت جاية من الشمال الغربي وبعد كده بتتجه مرورا بالساحل الشمالي والوجه البحري، بتمتد لمحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء. طبعا زي ما حضرتك شايفة من الخرائط ان في مفتاح خريطة على اليمين كده بيبقى مدرج لمجموعة الوان، يمكن من تحت لفوق كده بتزداد شدة او خطورة العاصفة المطرية. والخريطة دي عاصفة مطرية ولا عاصفة ترابية يا دكتور؟ بدأت بعاصفة ترابية لكن هو في أمطار. احنا اللي يهمنا هو طبعا العاصفة الترابية بتعني الحركة المرورية والملاحية. طبعا. لكن اللي بيعنينا هنا دلوقتي الأمطار. الأمطار دلوقتي في بعض محافظات صعيد بتصل 10 مليمتر. يمكن احنا غرفة العمليات في مجلس الوزراء وكافة المحافظات المعنية بهذا الحدث منعقدة 24 ساعة، بس احنا كنا موجودين فيها برئاسة دولة رئيس الوزراء، وتم تواصل مع السادة المحافظين كلهم على حدة وللاطمئنان عن جاهزية كل المعدات والأفراد والتمركز في المناطق المحتمل سقوط أمطار فيها. طب لو تشرح لي 10 ملي متر ده كتير يا دكتور ولا إيه؟ لأن إحنا مش فاهمين. شوفي حضرتك، 10 ملي متر ممكن تبقى عاصفة بسيطة جدا لو كانت على مساحة مسطحة، الارض اللي فيها رمليه تمتص النوى او كميات الامطار بسهوله. لكن تزداد خطوره العاصفه وان قلت زي ما حضرتك بتقولي كده لما تسقط على سلاسل جبليه. وهنا بقى مسميه التربه تتحكم. بمعنى ايه؟ في تربه ممكن تمتص كميات من المياه وتربه اخرى بتعمل انزلاق وجريان سطحي للمياه. فسرعه المياه الجارفه ديت بتتحول الامطار الى سيول. ويمكن محافظات الصعيد بتكتسب الخطوره من ايه؟ ان هي بيحطوها شرقا سلاسل جبال البحر الاحمر. نفس الشيء في سيناء. فمن هنا بقى بتبرز الدوله والدور اللي بتقوم به الدوله في هذا الملف الخطر اللي هو ايه؟ بنعمل على محورين. المحور الاول اللي هو ازاي نعمل تقليل للمخاطر الناجمه عن اخطار السيول. بعمل بعض المنشات اللي بتتمثل في سدود إعاقة وسدود تخزينية وحوائط توجيه وقنوات صناعية، بحيث أعمل ممر آمن لمياه الأمطار وأوديها لإما إلى نهر النيل كما هو حادث في محافظات الصعيد، أو أوديها بصورة آمنة إلى خليج العقبة والبحر الأحمر زي شبه جزيرة سيناء. بس أعتقد كمان إن أنا ممكن أستخدمها، يعني ممكن إن أنا أخزن هذه الأمطار، وأعتقد عملته كده يا دكتور. بالظبط، ده بقى المحور الثاني اللي انا بقول لحضرتك عليه، حضرتك طبقتيني، اللي هو محور حصاد الامطار. لان لو جينا بصينا على وزاره الموارد المائيه وهي بتشتغل على اربع محاور: التنميه، الترشيد، تهيئه مناخ جيد لاداره الموارد المائيه وتنقيتها. محور التنميه، انا بعمل تنميه للموارد، واصبحت مياه الامطار موت زيها زي تحليه مياه البحر وغيرها من الموارد الاضافيه، لان طبعا عارفه حضرتك التحديات اللي بتواجه التحديات المائيه. بالظبط، فاصبح دلوقتي تنميه الموارد المائيه ابرزها حصاد الامطار. هو الصوره بسيطه جدا، هي مجموعه من البحيرات اللي بنستقطب بيها كميه الامطار. بتقوم بدورين،
اول حاجه الدور الاولاني او الهدف الرئيسي منها انها بتحمي او تمنع شويه المياه دهيت من انها تخرج بعيد عن القدره الاستيعابيه للبحيره وتسبب كارثه حال صعيانها واعتراضها للمراكز الحيويه او الافراد او غيرها. طيب خليني اشرح بس عشان احنا بنكلم الناس عشان يبقى اللغه ابسط شويه دكتور بعد اذن حضرتك. احنا دلوقتي قدامنا صوره حضرتك بعتها لنا كانها بحيره، يعني كانها بحيره، دي موجوده فين؟ خليني اقول لحضرتك النماذج اللي انا بعتها لسيادتك ديت نماذج للسيول اللي حصلت في 2015 و2016، يمكن 2016 اكتوبر تحديدا، 2016 مش بعيد عننا. وراس غارب لسه موجوده في الاذهان. احدى السيول، احدى الصور اللي موجوده عن حضرتك دي في سد اسمه سد البارود الابيض. يمكن انا حدي المثل ده عشان اعرف الناس فكره حظر وتمنع خطوره الناجمه عن امرار الرمية. السد ده، سد البارود الابيض، كمية الماء اللي حضرتك شايفها في الصورة تقدر بمليون ومتين ألف متر مكعب. يعني مليون ومتين ألف طن. ارتفاع مي، ارتفاع السد ده 10 متر تقريبا. كمية المية اللي فيه وصلت لحوالي 9 متر ونص، يعني كان فاضل لها نص متر وتعديه. طب ايه اللي موجود خلف سد سفاجة، سد البارود الأبيض ده؟ اللي موجود خلفه ميناء سفاجة التعدين. ميناء سفاجة التعليم. ومش عايز اقول لك ان كل مراكز والخدمات الحكوميه والاستاذ ومجلس المدينه كلها موجوده في الخلف، يفصل عن السد 5 كيلو فقط. فرق منسوب اعلى السد عن منسوب الميناء 200 متر. تخيلي حضرتك لو السد ده كان انهار، مليون و200 الف متر مكعب في مسافه لا تجاوز 5 كيلو، ارتفاع 200 متر، هيعمل تسونامي. طب يعني هيشيلها من على الطريق. ايه علشان السد ده ما ينهارش؟ ما هي عملنا ايه عشان السد ما ينهارش؟ مهندسينا بنوه سنه 2005، وفيه اتنين من مهندسين وزاره الموارد دفعوا حياتهم عشان اختلفوا مع المقاول عشان جوده التنفيذ، فارضاهم قاتلين في الموقع، ضربهم بالنار. وعشان كده احنا غيرنا اسمه من سد البارود لسد الشهيدين تكريما لهم من حوالي 12 سنه، الكلام ده في 2005. وبرضه في نقطة مهمة جدا، السد ده لما اتعمل تقريبا كانت سفاجة ما بتتعرضش لأي عاصفة قطرية، يمكن العاصفة اللي قبلها كانت سنة 96 وما كانتش بالحجم ده. فالناس حتى كانوا بيقولوا للمهندسين انتوا بتعملوا سد في الصحراء فما فيش كميات أمطار هتسقط عليه. فبعد 11 سنة من بناء السد تيجي عاصفة مطرية، السد يحمي مدينة سفاجة من الانهيار. طبعا طب طب هرجع تاني، هرجع تاني للعاصفه يا دكتور وللخرايط تاني. اذا احنا بنتكلم على عاصفه ترابيه في الاول ثم تتحول الى مطريه، بتضرب اهي كل يعني تقريبا من الصعيد لحد القاهره و تقل تقل في القاهره بالظبط يا فندم، اتفضل. وجنوب الجنوب وجنوب سيناء، احنا متوقعين كميات امطار قد ايه يا دكتور؟ والله فندم يعني هي يعني لسه دي مؤشرات اوليه، مؤشرات اوليه. ال 10 مللي متر ده كميه ميه كبيره جدا. يعني احنا العاصفه اللي فاتت اللي لسه من يومين قدرت كميه الامطار بحوالي 60 مليون متر مكعب. وما كانتش تقارن بدي خالص. واخد بال حضرتك؟ دي اكبر من المره اللي فاتت. يعني خلينا لا نفترق كميات الميه اللي ممكن تحصل. ودي من امتى لامتى؟ يعني تبدا امتى وهتخلص امتى؟ تشتد طبعا، هي ذروتها بكره وبعده. ذروتها بكره وبعده. بكره وبعده بكره. احنا يعني احنا المفروض ان هي من النهارده، ويمكن نزل حاجه على الصفرة النهارده شويه امطار بسيطه. بس طبعا انا برضو بستغل نافذه البرنامج عند حضرتك ان 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 في حاجه ايجابيه حصلت نتيجه التوقعات بحدوث امطار. هي ايه؟ هي استنفار لكافه كيانات واجهزه الدوله طبعا، وكل فعلا بيعمل كجسد وككيان واحد، وكل على هبه الاستعداد، وفي حاله من التكامل والتنسيق ما بين اجهزه الدوله. ما حدش بيقول انا غي، انا صحيح إسكان، صحيح انا تنميه محليه، بالعكس والكل بيبادر بتقديم المعلومه
وبالخدمه الكل مش قادر ينام يعني، كان بالعكس ده في اريحيه ان هو قاعد بيواصل الليل بالنهار. انا بشكرك دكتور اسامه الزار رئيس الاداره المركزيه لشؤون مكتب وزير الراي، معايا ايضا الاستاذ طارق رفاعي المتحدث باسم مركز معلومات مركز الوزراء. اعتقد ان انتم مطلعين بيانات استاذ طارق عن احوال الجو في الايام المقبله. مساء الخير يا استاذه لميس، ازي حضرتك؟ وتحياتي للساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني زي ما تفضل دكتور اسامه واتكلم، الحقيقه احنا مفعلين غرفه العمليات بناء على تكليف دوله رئيس الوزراء ضمن عدد من التكليفات في اطار العمل في مرحله ما قبل الازمه او وقوع الكارثه. كان في عدد 6 تكليفات، منهم تفعيل غرفه العمليات المركزيه بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تفعيل غرف العمليات بجميع المحافظات، اختار جميع السادة المحافظين برفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى ومتابعة الموقف على الأرض، اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل السريع مع تساقط الأمطار والتأكد من جاهزية سيارات المسح والطلمبات وخلافه، تجهيز فرق طوارئ على الأرض في كافة القطاعات أو في أغلب القطاعات اللي بتتعامل مع مثل هذه الظروف زي المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والغاز، التنسيق بين المحافظات ومراجعة شبكات الصرف في المناطق اللي هي محددة. طيب خلينا نقسم اعتقد من المعلومات اللي عندنا وتقسيم خطورة التأثيرات الجوية على المحافظات، معرفش البيانات دي طالعة من عندكم ولا من الارصاد الجوية، احنا عندنا محافظات. يا فندم اتفضل. تمام، حضرتك زي ما تفضلتي هو فعلا في تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومع مركز التنبؤات في وزارة الموارد المائية والري، ومقسمين المحافظات لثلاثة كاتيجوري أو ثلاث. الكاتيجوريز دي؟ وأعتقد عندنا جراف يا جماعة على الشاشة لو ممكن يكون معانا. إيه الكاتيجوريز دي يا دكتور؟ المحافظات يعني متوقعين إن الآثار العاصفة تبقى شديدة زي البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء وقنا وأسيوط وسوهاج والسويس. دي محافظات ذات الخطورة الشديدة. تمام حضرتك. في محافظات ذات خطورة متوسطة من ضمنها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وأسوان والأقصر وبني سويف والمنيا والغربية وكفر الشيخ، أما باقي المحافظات بتكون أقل من المتوسط. ده ناتج زي ما حضرتك تعلمي من التنسيق بين الجهات المعنية واللي هي ممثلة في غرفة العمليات، وبيتم اختيار المحافظات بهذا الموقف. طيب. احنا متوقعين يوم الاثنين سقوط امطار متوسطة تصل لسبعة ملي متر على سيناء وخليج السويس والصعيد والوادي الجديد، ده احنا بنتكلم على النهاردة، يعني النهاردة ابتدت الامطار شوية تسقط، لكن احنا الذروة عندنا بكرة وبعده الثلاث والاربع اللي هو امطار شديدة على البحر الاحمر وصعيد مصر والصحراء الشرقية، بتقل شدتها على سيناء وخليج السويس والوادي الجديد، والاربع سقوط امطار خفيفه على البحر الاحمر، يعني احنا بكره هو يمكن اليوم الاصعب طبقا للتوقعات اللي انتم بترصدوها. تمام حضرتك، وعلشان كده دوله رئيس الوزراء تواجد في غرفه العمليات المركزيه مرتين النهارده، المره الاولى يعني اطمئن على تواجد كافه الجهات المعنيه الممثلة في الغرفة، وعددهم حضرتك عبارة عن 12 جهة، 9 وزارات بالإضافة إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية وهيئة الإسعاف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. على رأس الوزارات وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الكهرباء والطاقة، إضافة إلى وزارة الإسكان، وزارة البترول والتنمية المحلية والموارد المائية والري. واكيد انتوا في مركز يعني المعلومات هتطلعوا بيانات كل شويه عن التطور الحاله، يعني مش بس الارصاد بالتعاون مع الارصاد، يعني ان انتوا هتطلعوا بيانات يعني تخبروا الناس اولا ايه الطرق المقفوله، تعليمات، يعني لازم يبقى في يعني public information، معلومات عامه للمواطنين. المفروض ان حضرتك كل ساعتين بيطلع بيان من الغرفة بالموقف والمستجدات على الارض، اضافة الى ان حضرتك تقريبا كافة اجهزة الدولة بتعمل على نفس هذا الموضوع. نعم. والسادة المحافظين بنفسهم بيقودوا غرف العمليات، وبيتم التواصل مع المواطنين بالوسائل المتاحة. دولة رئيس الوزراء النهاردة وجه السادة المحافظين لاستخدام القنوات المحلية التلفزيونية والإذاعات المحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة قدر الإمكان لتوعية المواطنين، وسيادته يعني وجه السادة المحافظين
لان كل فيما يخص التوجيه على تخفيف حركه المواطنين قدر الامكان في المناطق المهدده وتقليلها الا في حالات الضروره، اضافه الى ان سياده تطمئن ان بعض المناطق المنخفضه تطمئن ان حصل في تحريك لبعض المواطنين منها حرصا على سلامتهم. شكرا شكرا استاذ طارق رفاعي متحدث باسم مركز المعلومات. انا هرجع تاني اشوف المحافظات ذات الخطوره ونقولها تاني للمواطنين. احنا عندنا محافظات من المتوقع وده طبقا للارصاد والمعلومات دي من مركز المعلومات لمجلس الوزراء، محافظات ذات خطوره شديده اللي هي فيها العاصفه الترابيه ثم العاصفه المطريه. احنا بنتكلم البحر الاحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، قنا، اسيوط، سوهاج، السويس. دي المحافظات ذات الخطوره الشديده طبقا لمعلومات مركز معلومات مجلس الوزراء والارصاد. دي مش من عندنا الكلام ده. محافظات ذات خطوره متوسطه القاهره والجيزه والاسكندريه والبحيره واسوان والاقصر وبني سويف والمنيا والغربيه وكفر الشيخ. الذروه امتى يا جماعه؟ الذروه يوم بكره، يعني الذروه الثلاث اللي متوقعين فيها الامطار تبقى 10 مللي، وده طبقا للخبراء ده رقم، ده يعني حجم كبير جدا، وتبتدي تتراجع الاربع، لكن الذروه هي بكره اللي متوقعين الامطار فيها على الصعيد والبحر الاحمر والصحراء الشرقيه، وبتقل شدتها على سيناء وخليج السويس والوادي الجديد. احنا فين دلوقتي؟ احنا في الجزء الترابي، يعني احنا دلوقتي في مرحله ان التراب ابتدى وابتدت بعض الامطار، لكن لسه هيكون معانا دكتور احمد عبد العال بعد قليل. وخلونا نشوف حاله المحافظات الان. اعتقد معانا صور، دي حاله المحافظات الان. احنا دلوقتي بنتكلم في اسيوط عليها امطار خفيفه ورياح شديده بمركز البداري، مناسيب المياه امنه، وده برضو من مركز المعلومات لمجلس الوزراء. الحقيقه ان غرفه العمليات دي مهمه جدا وشغاله بكل طاقتها، دمياط عليها امطار خفيفه، كل ده غير مؤثر. الوادي الجديد عليها عاصفه ترابيه مصحوبه بامطار خفيفه، البحر الاحمر عليه رياح محمله بالاتربه وفي انعدام رؤيه على طريق غارب الشيخ فضل، فنخلي بالنا. البحر الاحمر ايضا عليه رياح محمله بالاتربه على طريق مرسى علم ادفو. هنا برضو رياح وانعدام رؤية، فكل اللي رايحين من هنا لأي مكان تاني يخلي بالهم من المنطق من السكك، لأنه في انخفاض لمستوى الرؤية. والأقصر رياح محملة أيضا بالأتربة وتوقف للملاحة الجوية والنهرية ووقف رحلات البالون الطائر. مطار الأقصر مقفول، في طرق مقفولة في البحر الأحمر، طريق هنا الأقصر مقفول، وقف كافة الأنشطة النهرية في الأقصر. أسوان برضو عندنا رياح محملة بالأتربة وانعدام رؤية وغلق، تم غلق جميع الطرق وانخفاض مستوى الرؤية على الأفقية. الإسماعيلية رياح محملة بالأتربة، عطل بمغذي لوحة الرسوم بمدينة الإسماعيلية، ولكن عنده باقي المحافظات فيها استقرار الأحوال الجوية. يعني أنا عندي البحر الأحمر، هنا الأقصر، أسوان، والاسماعيليه، دي اكتر محافظات تعرضا، يمكن الاكتر بحر الاحمر وقنا والاقصر واسوان، دي اكتر محافظات دلوقتي اللي يعني الان الساعه 16 دي يعني الساعه 4 الظهر. دي اخر معلومات عندنا عن حركه الطرق. نرجع تاني نشوف الطرق المقفوله عشان نقدر تاني نقول للناس برضو ايه هي الطرق التي تم اغلاقها. مرسى علم ادفو، جيش راس غارب، البحر الاحمر، هنا اتجاه سوهاج الصحراوي الغربي، الخارجه اتجاه اسيوط، الخارجه اتجاه وادي باريس، وايضا الخارجه اتجاه الدخله، طريق شرق العوينات اتجاه الدخله، غرب الموهوب اتجاه الدخله، طريق الدخله اتجاه الفرافره. ايضا رئيس الوزراء النهارده في اجتماعه عمل مؤتمر صحفي، اجتماعه في غرفه العمليات، عمل مؤتمر صحفي اتكلم على توفير تخصيص 100 مليار جنيه لدعم البنيه التحتيه في كافه المحافظات. بنشكره على هذا التصريح، لان احنا امبارح واول كنا بنتكلم على ان احنا مش عايزين نبني جديد دون ان نعتني بالقديم حيث نعيش نحن جميعا، فهو بيقول ان احنا هنخصص 100 مليار لدعم البنية التحتية في المحافظات.
لحظات. النهاردة أيضا دكتور مصطفى مدبولي كان في جولة في القاهرة الجديدة علشان يتفقد الوضع في القاهرة الجديدة وهي أكثر المناطق تضررا من موجة الأمطار السابقة، وتفقد المحاور الرئيسية واستعدادات الجهاز أيضا للأمطار. خلينا نسمع جزء مما قاله السيد رئيس الوزراء النهاردة المهندس شريف إسماعيل من غرفة العمليات التابعة لمجلس الوزراء المشكلة لمتابعة الأحوال الجوية. أنا برضو اتصلت بالسيد وزير الصحة امبارح أنه لو لا قدر الله في أي حاجة يبقى برضو الإسعاف متواجد في هذه المحافظات. حتى هذه اللحظة يعني الحمد لله ما فيش حاجة، في أمطار خفيفة في بورسعيد ودمياط، وبنتابع المواقف وبنتابع التحرك يعني السحب وتمركزها، ولو في حاجه هنتعامل معها. كل المحافظات لديها معداتها والاتفاق انه في حاله الحاجه الى معدات اضافيه او اي يعني مهمات اضافيه هيتم الاستعانه بالمحافظات المجاوره، وايضا هيبقى في تنسيق طبعا مع قواتنا المسلحه لو في اي حاجه يعني زياده مطلوبه. احنا اوريدي في بعض البحيرات تم يعني تجهيزها مع وزاره الري، يعني مثلا في منطقه راس غارب في ثلاث بحيرات، يعني حفرنا ثلاث بحيرات صناعيه لو المياه بتيجي بتتجمع. عايز اقول برضو ان المياه اللي بتيجي دي ما هي في النهايه يا اما تتجمع في البحيرات يا اما بتنزل في مخزون المياه الجوفيه اللي احنا بنرجع بعد كده بنستفيد بيه يعني. فالاستفاده موجوده ان شاء الله، بس المهم ان احنا ما يبقاش في تاثير سلبي. إذن هذا جزء من كلام السيد رئيس الوزراء للصحفيين. لكل بقى المواطنين طبعا في كل المحافظات بالذات الأكثر تضررا سواء من التراب أو المطر، هنقفل الشبابيك، الناس اللي عندها حساسية صدر زي مثلا لازم نخلي بالنا ان احنا ما نتعرضش للجو، ناخد بالنا كويس جدا من ان احنا ما نقعدش في اماكن مفتوحة. دكاترة الامراض الصدرية بقى يساعدونا في مثل هذه الاحوال. الاطفال نخلي بالنا منهم لانهم الاكثر طبعا تعرضا، ان هم صدرهم بيبقى حساس وهم خارجين. فيعني لو في نشاطات مش لازم نعملها نادي ومش نادي بلاش دلوقتي في اليوم ده، احنا بنتكلم في النهاردة بكرة وبنتكلم في الاربع ان شاء الله الاحوال هتتحسن. وعلى فكره كتير جدا بيبقى في توقعات بانها بتبقى عاصفه قويه، واحنا شفنا ده في دول في العالم كله، وبعد كده العاصفه بتفقد قوتها في مكان ما فبتبقى اضعف. فيعني نتمنى ان العاصفه ما تبقاش بنفس القوه، ولكن الآن مجلس الوزراء والدولة تقول أنها على أهبة الاستعداد لاستقبال هذه العاصفة سواء رملية أو مطرية، وكمان إحنا بنستخدم هذه المياه من الأمطار يعني بنحجزها ورا السدود، مش بس عشان ما تغرقش مناطق أخرى ولكن أيضا علشان الاستفادة منها لندرة المياه. الرئيس السيسي كان مع في الأسكندرية منذ قليل مع الرئيسين القبرصي واليوناني، و يعني العودة للجذور. مصر كانت دولة تجمع كل الجنسيات بالذات من اليونانيين والقبارصة، والتعاون المصري اليوناني القبرصي الآن في أعلى مستوياته، خاصة فيما يتعلق بالنفط، فيما يتعلق باكتشافات الغاز، فيما يتعلق بترسيم وتعيين الحدود أو الحدود المائية، وده اللي بيخلينا نقدر إن احنا نستكشف في المياه العميقة للبحر المتوسط. لكن الحقيقة إن فكرة العودة للجذور دي عودة فكرة مهمة جدا، لأنه بنرجع لمصر المتنوعة، مصر اللي كانت بتضم كل الجنسيات كل الناس. كنا نسمع دايما عن الخواجة وعن اليوناني وعن الجريجي وعن وكنا كل الثقافات كانت موجودة، كل الأديان كانت موجودة. هي دي مصر، مصر التي تضم الجميع ولا تتعصب ضد أحد وسامحة، بلد بتحضن الجميع. خلونا نسمع جزء مما قاله الرئيس السيسي النهاردة في هذا اللقاء أو هذه القمة الثلاثية ونرجع. أتوجه بالشكر إلى صديقي فخامة الرئيس أناستاديس على إعادة قبرص لعدد من القطع الأثرية المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة. كما أسهمت الهجرات اليونانية والقبرصية الحديثة إلى مصر
اعتبارا من نهايات القرن الثامن عشر في إثراء تعددية المجتمع المصري، حيث شارك اليونانيون والقبارصة إلى جانب إخوانهم من المصريين في إحداث نهضة تجارية وثقافية وفنية، وعملوا في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية بما في ذلك التجارة والصناعة وبناء السفن والإرشاد البحري في قناة السويس والسياحة والزراعة والطباعة والنشر. وشهدت محافظات مصر تأسيس تنظيمات للجاليات اليونانية في المنيا عام 1812 والزقازيق عام 1850 والقاهرة عام 1856 والمنصورة عام 1860 وبورسعيد في عام 1870. وخلال السنوات الأخيرة كانت آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان التي نجحنا في إطلاقها والحفاظ على قممها الدورية واجتماعاتها الفنية انعكاسا واضحا لمتانة العلاقات التاريخية بين دولنا، ونموذجا يحتذى به في منطقة شرق المتوسط بأسرها. ولا شك في أن الزيارات المتواترة لكبار المسؤولين من دولنا تمثل دليلا واضحا على عزمنا استثمار نجاح هذه الآلية ودفعها للأمام وتطويرها بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار منطقة المتوسط ويحقق لشعوبنا ما نرجوه من تنمية ورخاء. لقاء قمة مهم، والحقيقة أن وزارة الهجرة أعدت فيلما تسجيليا رائع عن مصر التي كانت تضم كل هذه الجنسيات، كل هذه الثقافات. اسكندرية بالذات، اسكندرية هي المدينة، اسكندرية والقاهرة وغيرها، لكن يفضل عبق ليه هذا الاجتماع في الاسكندرية، لان اسكندرية دي هي كانت المدينة اللي بتضم كل عبق كل هذه الثقافات في بوتقة واحدة، ولسه الناس دي موجودة. في ناس كتير من الجاليات النهاردة كانوا موجودين من الجاليات القبرصية والجاليات اليونانية، سواء اللي عايشين هنا او اللي رجعوا بلادهم. انا لما بروح اليونان كتير مثلا ناس من سواقين التاكسيات الاقيه بيتكلم عربي واسأله انت بتتكلم عربي ازاي، يقول لي لان انا من وانا انا مثلا مشيت من مصر وانا عندي 16 سنة، انا اتربيت في مصر. كل هؤلاء كانوا عندنا. عايزين مصر ترجع تاني هذه البلد الذي يضم الجميع، يضم كل الثقافات وكل الحضارات، لأننا أم الحضارات. لو سبت مصر كأنه بالظبط سمكة طلعت من المية. أنا عايشة في مصر لأني بحب مصر. بحب مصر وعايش في مصر وحموت في مصر، وانا بشجع الزمالك. بحبها، بحب ترابها. لما بروح اليونان عند بابا ما بقدرش اقعد اكتر من شهرين، اول ما اوصل مصر روحي بترد. مصر بالنسبة لي أنا بلدي. مصر أم الدم. عشان أسيب مصر يا يوم. من فرار اسكندرية لشلالات النوبة، ومن نخل رفح لرمل سيوة وبحر مطروح، تفضل مصر معجزة التاريخ والجغرافيا، وتفضل الرحلة ليها أجمل حوادث المؤرخين وأحلى ذكريات الرحالة والسياح. أرض الدين قبل اتصال السماء بالأرض، ومركز الحضارة قبل ما تعرف البشرية معنى الحضارة، عشان كانت دايما بيت مفتوح لكل البشر، وخصوصا من اليونان وقبرص اللي بيمثلوا مع مصر مثلث حضاري أضلاعه متصلة بمحبة ما بتنقطعش. الشوارع هنا عارفانا كويس، وقد ما هي حافظة خطوينا رجلينا كمان دستها بالشبر. ومن الأماكن اللي فيها يونانيين وقبرصة كتير لباقي الأماكن، من الشوارع للبيوت وأهلها، لينا في كل مكان في مصر مرسى، وفي كل منطقة أهل.
أصحابي. هتفضل ذكرياتنا وطفولتنا وصبارة محفورة هنا في مصر، وهتفضل مصر هي الأمان الحاضن لكل الشعوب والثقافات. بنشكر وزارة الهجرة على هذا الفيلم الرائع. وخلونا ننتقل لأزمة أخرى، أزمة اللاعب العظيم المحبوب اللي احنا كلنا بنحبه محمد صلاح. هذه الأزمة في طريقها إلى الحل، هكذا قال السيد وزير الرياضة بالأمس المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. كتب يعني عمل مداخلات وكتب أيضا على التويتر أنه هذه الأزمة في سبيلها إلى الحل. كذلك أيضا تعهد المهندس هاني أبو ريدة بإنهاء هذه الأزمة. والحقيقة أن احنا ده مش وقت أزمات، ده وقت أن احنا كلنا نكون على قلب رجل واحد. صلاح عنده مباريات مهمة، احنا عندنا كاس عالم، مش محتاجين ندخل في ليجل إيشوز أو أزمات. لكن معي على الهاتف مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. مساء الخير يا سيادة الوزير. اهلا بخير مدام لميس لحضرتك. يعني لماذا تدخلت على خط الازمه؟ وانا عارفه ان حضرتك بتسيب دايما اتحاد الكره يعني يقوم بدوره، ليه حضرتك تدخلت على خط الازمه؟ والله هو يعني باختصار يعني من غير ما ندخل في تفاصيل كثيره، يعني انا شايف بصراحه ان احنا عندنا نجم كبير الحمد لله ربنا موفقه، يعني رفع اسم مصر في المحافل الرياضيه كلها، مؤدي اداء رائع الحمد لله، فاز بلقب احسن لاعب في افريقيا في 2017، احسن لاعب في الدوري الانجليزي في هذا الموسم، هداف الدوري الانجليزي كمان، مش بس يعني براعته في كره القدم، الحقيقه التواضع والاخلاق وحب جميع زمايله ليه، حتى جماهير الكره الانجليزيه وليفربول تحديدا بيحبوه على مستوى الاطفال والكبار، فده يعني نجم الحقيقه فوق العاده. الحاجه الاخرى ان اتحاد كره القدم برضه لازم نقول انه ادى اداء رائع جدا في خلال السنتين اللي فاتوا، وصلنا لنهايه بطوله افريقيا بعد فتره طويله، اخذنا سنه 2017 احسن منتخب في افريقيا، احسن لاعب في افريقيا محمد صلاح، احسن مدير فني كان كوبر، وصلنا كاس العالم بعد 28 سنه. ففي الظروف ديت يعني في اتحاد كره ادى اداء رائع، ولاعب الحمد لله مشرفنا في كل مكان، مش مفروض يكون في مشكله، الحقيقه ما كانش في مشكله بشكل كبير قوي. ربما طبعا انت عارف حضرتك لما بتتدخل اطراف كتير او الموضوع بيبقى معلن بشكل او اخر في وسائل مختلفه، دي يمكن يعني بترفع حده الامر شويه، لكن اول ما كان في اتصالات على الجانبين وصلنا باتحاد الكوره وعملنا اجتماع وصلنا بمحمد صلاح، لقينا ان الموضوع قريب قوي ما فيهوش اي مشكله، وتم الاتفاق على خطوات الحل، وبشكل او اخر ان شاء الله يعني بدانا الخطوات فعلا الحل، وخلال الكثير جدا 10 ايام او 12 يوم هيكون كل الامور اللي تم الاتفاق عليها الحل الازمه البسيطه ديت انتهت. بصراحه لكن انا من وجهه نظري اتفضل يا فندم. أنا وجهة نظري إن يعني ما كانتش الأمر بالصعوبة، ممكن يكون اختلاف في تفسير مادة في حق الرعاية بتاعت الشركة الرعاية لاتحاد كرة القدم، مادة في اتفاقات الكابتن محمد صلاح مع الرعاة بتوعه الوكلاء بتوعه في الخارج، ربما المادة دي تتعارض مع ديت بشكل بسيط جدا، نلاقي إن الأمور ممكن تتحل، ودائما لابد أن ننظر إلى حل في صالح الكابتن محمد صلاح وليس يكون في صالح أي حد آخر، لأن هو ده اللي يهمنا وهو ده الحقيقة اللي يعني عامل لنا حالة طيبة جدا وبيسبب سعادة للشعب المصري بشكل أو بآخر، الناس كلها متابعاه تتمنى له التوفيق في مباراتهم الأربعة في مباراة العودة مع روما، وإن شاء الله يلعب نهائي البطولة الأوروبية 26 مايو، وربنا يوفقه وزمايله إن شاء الله في المنتخب المصري في كأس العالم القادم. يعني بصراحة هل تدخلتم لما سمعتوا صوت الناس كان عالي في الهاشتاج ادعم محمد صلاح، وصل لربع مليون في ساعات قليلة، فده كان الضغط الشعبي اللي خلى الدولة تتدخل، ولا حضرتك كنت يعني على طريق الحل من البداية؟ لا والله، يمكن من أكتر من حوالي 4-5 أيام كان في تواصل مع الكابتن محمد صلاح، وهو اتصل بيا مساء الخميس ويوم الجمعه صباحا، واللي كنت على تواصل مع المهندس هاني ابو ريده بشكل دائم، بس الحقيقه انا كنت يمكن في الجونه يوم الجمعه عشان في بطوله السكواش، لكن اول ما رجعنا يوم السبت عملنا اجتماع مع رئيس مجلس اداره اتحاد الكوره والساده اعضاء المجلس، وشفنا ايه الامر بسرعه، وحصلت اتصالات بسيطه وسريعه، وكل الاطراف كلمت بعض، والموضوع بدا على طول في خطوات الحل بتاعته، وانا شايف ربما يكون الناس عرفت بعديها، او يعني يمكن التويته اللي كتبها
كابتن محمد ربما حسست الناس ان هو يعني يحمل في صدره بعض الضيق، فطبعا كل الناس اللي نجوميته حبها ليه وكده، فطبعا كان في يعني تأييد كبير وكلنا بنأيده، الى ان في نهايه اليوم يعني قال ان انا شفت الدعم وشفت كل الاطراف بتحاول تحل المشكله، وانا بشكر كل الاطراف والدنيا هديت جدا. والنهارده كان في اتصال اخر ما بينه وبين المهندس وبينه وبيني وبينه وبين المهندس ابو الهيطه، والحمد لله الامور ماشيه في اطار الحل ومفيش اي حاجه، يعني والحل هتتشال الصوره من على وكل المنتخب يعني هتتشال الصوره من على الطياره ومن على الاعلانات للشركات الاخرى. لا انا مش يعني انا معلش انا مش دوري ان انا ادخل في تفاصيل كتيره، هم في تعاقد مع اتحاد الكوره، في تعاقد مع محمد صلاح، كل الاتفاق ان الامور تحل كلها بالشكل الذي يرضي الطرفين وبالشكل الذي يكون فيه توافق مع الرعاه وتوافق مع وكيل كابتن محمد صلاح، وكل الامور يتم عرضها قبل ان تتم تنفيذها بشكل او باخر، واتفق انه يكون في بيبدا النهارده بدايه الحل وينتهي ان شاء الله خلال اسبوعين على الاكثر. وانا بتكلم مع حضرتك قبل الهوا احنا كنا بنتكلم على فكره ازاي نستغل الفرصه، مش نستغل اللاعب، يعني نستغل الفرصه بتاعه وجود محمد صلاح هذه النجوميه ما شاء الله، التالق اللي هو فيه، الاجتهاد اللي هو فيه، ان ده بيفتح لنا احنا فرصه جديده في الرياضه المصريه. فهناك فرق بين استغلال اللاعب واستغلال الفرصه من اجل الرياضه في مصر، لو تقول لنا الفرق يا سياده الوزير. لابد ان احنا نبص الامور بشكل في رؤيه وفي دراسه جيده للموقف، وما نبصش بس على حاجات بسيطه جدا تخص كلمه في عقد او سطرين في اتفاق، لابد ان نبص الامور بشكل اخر. لا يختلف اثنين في مصر على انه اداء الكابتن محمد صلاح صنع حاله في الرياضه المصريه مستمره النهارده بقالها اكثر من 6 7 شهور، وهذه الحاله لابد ان تستثمر. استثمر بمعنى ان قطع النموذج اللي بيقدمه الكابتن محمد صلاح هيشجع انديه كثيره جدا في اوروبا ومؤسسات كبيره جدا في اوروبا انها تبدا تنظر الى اللاعب المصري الذي يستطيع بموهبته انه يكون قريب من الكابتن محمد صلاح. كمان في نفس الوقت الانديه المصريه هتبقى تتشجع انها لاعبتها تروح وتحترف في اوروبا، ربما يكون هناك عائد جيد من هذا الاحتراف. كمان اللاعبين المصريين هيقولوا ان ما بقاش في الحواجز اللي موجوده، سواء كان في حاجز لغه او حاجز تاقلم على المناخ او حاجز تاقلم على الظروف الاجتماعيه اللي موجوده في الدول الاوروبيه. اهو قدامنا مثل انه لاعب قدر من قريه يروح نادي المقاولين، ثم نادي المقاولين يروح سويسرا، ثم ايطاليا، ثم انجلترا، وقدر يتاقلم واصبح واحد نجم من نجوم العالم ينافس ان شاء الله باذن الله السنه دي على جائزه احسن لاعب في العالم. فدي مثال وحاجه مهمه جدا انها تصنع هذه الحاله الرياضيه، تأخذ الرياضة إلى مكان آخر، ولابد أن ننظر في التاريخ لنأخذ هذه الدروس. طبعًا. بيليه لما كان عنده 18 سنة هو في البرازيل، والبرازيل فازت بكأس العالم عام 58 في السويد، حصلت هذه الحالة في البرازيل، وبيليه قدر ينقل المنتخب البرازيلي، ففاز بكأس العالم 58 و62 و70، يعني في خلال 12 سنة فاز 3 مرات بكأس العالم. مش لازم نوصل لهذا المرحلة، ما بنقولش إن مصر هتفوز 3 مرات بكأس العالم. لكن بيليه قدر يصنع بهذا التفوق وبهذا الانتشار في العالم، نقل البرازيل كقوة كروية، حطها على خريطة الكرة في العالم بشكل أو بآخر. بعديه على طول ظهر مارادونا، نفس القصة، كانت الأرجنتين بعيدة شوية، لكن ب 78 كأس العالم، ثم 82، ثم 86، قدر مارادونا يضع الأرجنتين كقوة كروية كبرى على مستوى العالم. احنا ما بنقولش ان احنا هنبقى زي البرازيل والأرجنتين، نتمنى إن شاء الله ومصر قادرة إنها تعمل كده وربنا يوفقنا يعني. لكن لابد ان ننظر ان نجم زي محمد صلاح يستطيع ان ينقل الكره المصريه والرياضه المصريه الى الى مكان اخر في العالم. فلا بد ان احنا نستثمر هذه الحاله ونستثمر الوجود المتواجد في كل الصحافه العالميه وفي كل المؤسسات في اوروبا وفي انجلترا وفي كاس العالم في روسيا ان شاء الله. فلا بد ان اللي بيدير كره القدم في مصر واللي بيدير الرياضه في مصر لابد ان ينظر الى هذه الرؤيه، ما يبصش بس النهارده تحت رجليه اعلان على المحور ولا اعلان على طياره ولا اعلان كذا، لابد ان يستثمر هذا الامر. كيف تستفيد الرياضه المصريه؟ كيف يستفيد الشباب المصري؟ كيف تنقل صوره مصر رياضيا؟ لان الرياضه النهارده من اهم الحاجات اللي الناس كلها بتتكلم عليها وبتهتم بيها، رايحين على كاس عالم هيشوفوا 5 مليار واحد، كل هذه الامور لابد ان توضح حينما يتخذ القرار. القرار ما هوش مبالغ فلوس، القرار ما هوش صوره في اعلان، القرار ما هوش فيديو في فيلم فيديو ويطلع في تلفزيون،
لابد اللي بيدرس الامور بشكل اوسع وبشكل عقلاني اكتر لابد ان ينظر الى كل هذه الامور. حاجة الاخرى ان احنا برضو في جو اقليمي صعب شوية، في اعداء لينا بشكل او باخر طبعا، لابد ان ننظر الى هذا الامر. في ناس كتير ما تحبش ان احنا نكون في هذا الوضع يعني الحقيقة. تمام، فاحنا برضو ما نحبش نخلي حد يعني يأثر بشكل او باخر، يتدخل بطريقة او باخرى ويصنع هذه الحالة، لانه في ناس كتيرة جدا مش مبسوطة ان الحالة دي في مصر، وفي حالة فرحة وفي حالة ولاء وفي حالة انتماء، والناس كلها بتتكلم عن الايجيبشن كينج وبتتكلم على الفرعون المصري وبتتكلم على مو صلاح، فربما يكون في برضه. فلازم ندرس الامور دي كلها وناخد بالنا من كل هذه الامور، ولا ننظر ابدا تحت اقدامنا في ان احنا بنتكلم في حق مين ومش حق مين. لا، لابد ان ننظر ان مصلحة مصر الاول فوق كل حاجة، ثانيا مصلحة اللاعب اللي هو الكابتن محمد صلاح، ثم مصلحة المؤسسات اللي هي ممكن تكون تقدر تعوض هذا الامر بشكل او باخر، او نقدر نتصرف فيه بشكل او باخر. طب اتمنى من كل اخر سؤال سيادة الوزير، اللي كان النائب محمد فرج عامر قال ان الرئيس بنفسه تدخل لحل هذه الازمة او طلب حل هذه الازمة، هل هذا صحيح؟ سيادة الرئيس شيء طبيعي، سيادة الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية في مصر بحكم الدستور، ويعني اي حاجة تهم قطاع كبير من الشعب المصري الرئيس طبعا يعني يتدخل ويتكلم ويوجه، وده شيء موجود ومقبول ومعتبر جدا، واحنا ما فيهاش اي حاجه ان لما نحس ان في اي لا حاجة. بالعكس، انا بس بسال اذا كان يعني الامر وصل لاهتمامه يعني مش اكتر. اكيد الامر وصل لاهتمام السيد الرئيس، والسيد الرئيس بشكل او باخر اشار الى لابد ان الامور تدرس في اطار اوسع كثيرا من الاطار الصغير او الاطار النظر تحت الاقدام. بشكرك شكرا جزيلا على مجهودك وعلى هذه المداخله، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، ومعايا سياده النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكره. سياده النائب مساء الخير، الى اين وصلنا؟ ايه الخطوات؟ مش هرجع بقى لورا، خلينا نشوف ايه الخطوات اللي بعد كده، ماذا انتم فاعلون؟ سياده النائب، طيب لحد ما يرجع لنا تاني سياده النائب، غالبا الخط قطع. احنا كنا بنشوف طبعا محمد صلاح شكر، اولا دي صوره ليفربول، فريق ليفربول يحتفل بحصول صلاح على الجائزه الاخيره كافضل لاعب في الشامبيون ليجز. بصوا يعني مش ممكن الناس بره تبقى بتحب صلاح كده، وقالوا هكذا نحتفل كفريق كعائله كاسره واحده، يعني قد ايه الصوره رائعه لما. طيب سياده النائب ثروت سويلم مدير التنفيذي لاتحاد الكره، رجع لنا تاني، مساء الخير يا سياده النائب. خير يا فندم، ازي حضرتك؟ خلينا ناخد من هذه اللحظه، مش هنرجع لورا، وخلينا نبص لقدام، ماذا انتم فاعلون لحل الازمه؟ كما قال السيد الوزير انه الازمه في طريقها الى الحل، هتعملوا ايه؟ يعني مدام لميس، من تاريخ الازمه محمد صلاح ابن مصر وحريص اتحاد الكورة، وتحديدا المهندس أنا وليد، لأن محمد اتربى في منتخبات مصر اللي بيشرف عليها الكابتن هاني قبل ما يبقى رئيس اتحاد الكورة، فالموضوع ده يمكن هو اتصعب من خطاب جه من وكيل محمد. طبعا عمر ما في يكون في موقف من اتحاد الكورة أو من أي حد من مصر ضد محمد صلاح، وعمر ما يكون في تعامل مع محمد صلاح غير باحترام وتقدير، لانه نجم مصر واحنا بنتشرف بيه، ولكن طريقه الجواب اللي جاي من وكيل لعيبه يمكن كان فيها استفزاز شويه، وبالتالي كان رد اتحاد الكوره ان احنا الاكثر حرصا على محمد والاكثر حرصا على نجوميه محمد، وده يمكن استفز برضه وكيل. يعني القصه كلها مدام لميس ما دخلتش في العلاقه الشخصيه ما بين اتحاد الكوره وما بين محمد. ايوه، ما هو محمد نفسه لازم يكون بره هذه القصه، لانه احنا بنتكلم على امور تعاقديه، التعاقديه دي ما بين الوكيل لانه هو الذي يمثل الشركه او يمثل الاطار القانوني، لكن محمد نفسه محمد صلاح ما يقدرش هو يتعامل في هذه الامور، هو لاعب فقط وهناك وكيله القانوني اللي هو هنا بقى الاتفاق هنا والاتفاق هنا. خلينا ندخل في ماذا انتم فاعلون، هتعملوا ايه لحل الازمه يا سياده النائب؟ حضرتك يعني في اجتماعات متتاليه، يمكن المهندس خالد عبد العزيز كان موجود في اجتماع مع المهندس هاني ابو ريده، لحرص يعني الدوله والحكومه واتحاد الكوره على انهاء المشكله دي، وزي ما بقول لحضرتك كده وكل الناس عارفه ان خلال الاسبوع اللي جاي ده هيكون في نهايه، لان دي عقود تسويقيه، حريصين على حقوق اتحاد الكوره وحريصين على حقوق محمد صلاح بما لا يتعارض مع المصالح اللي تهم جماهير الكره المصريه، ان استمراريه
نجومية محمد صلاح. فأنا يعني هتشيلوا يعني دلوقتي الصورة، خليني أكون دقيقة، الصورة اللي على الطيارة بتاعة مصر للطيران، هل هيتم إزالتها؟ مدام لميس، ما مش هي الصورة بس حضرتك، الصورة والإعلانات التانية اللي هي للبرودكتس تانية، حتى لو هو موجود وسط مجموعة من اللاعبين، أنا عارفة القصة دي. أنا بقول لحضرتك يعني الموضوع النتائج اللي هيحصل هنصل ليها هيوصل ليها المهندس أنا بوريدا واتحاد الكورة مع محمد، ما يتفق مع عليه مع محمد هيتم. يعني احنا مش عايزين برضو اي مخالفات تيجي لمحمد صلاح نتيجه الحب وولائه لمنتخب مصر. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، ان هناك غرامات ماليه وضرائب قد يضطر ان هو يدفعها، وغرامات قد يضطر ان هو يدفعها نتيجه استغلال صورته بالشكل ده، لان ده في تضارب في التعاقدات. اذا حصل حضرتك ان نتيجه لوجود صوره محمد او صورته في اعلانات اتحاد الكرة حريص جدا على اي التزامات لمحمد يوفرها، وبرضه حضرتك في منتخب مصر، يعني انا بكلم حضرتك يعني الموضوع فيه تعارض. احنا ايوه هو بيطلع وذن المنتخب ضمن المنتخب، يعني بمعنى لو هي صوره يا سياده النائب لكل المنتخب ومحمد واحد منهم ده شيء طبيعي، لكن صوره لمحمد لوحده او محمد متقدم او هنا التعاقد بتاعه مع جهات اخرى بيمنعه ان هو يعمل هذه الصوره، حتى لو كان في عرف في دول اخرى، بس ده العرف ده بيبقى بالتراضي والتوافق بين الجانبين. ده اللي هيحصل يا مدام لميس، التوافق والتراضي اللي حضرتك بتتكلمي عليه هو ده اللي بيسعى عليه اتحاد الكوره، والمهندس هاني في اتصال مباشر مع محمد وحريص جدا على ان ما حدش يتدخل في العلاقه الشخصيه ما بين محمد وما بين اتحاد الكوره، وكل ما هيرضي محمد في هذا الموضوع هيتم، لان احنا مش هنرضى ان يبقى في خسائر ماديه لمحمد نتيجه لتعاقداته التسويقيه مع الشركات. مش هنرضى نزعل الناس كمان، يعني كمان احنا مش عايزين. انت شفت الهجمه الشرسه من الهاشتاج الضخم جدا اللي هو ايه ده محمد صلاح، الناس لا تتحمل ان محمد صلاح يزعل، لانه احنا عايزينه يركز، عايزينه يهتم بالكوره، عايزينه يسعدنا. ما هو الناس برضه حضرتك متخيله ان في يعني مشاكل ما بين اتحاد الكوره ومحمد، فاكرين ان ممكن يكون في يعني رغبه من اتحاد الكوره ان هو يزعل محمد، الكلام ده مش موجود يا مدام لميس. محمد او اتحاد الكوره والمهندس هاني ومجلس اداره حريص جدا، والمهندس خالد عبد العزيز، ان محمد ده ابن مصر وبيشرف مصر، وبالتالي كل ما كنتوش بتردوا على وكيله الاعلاني يا سياده النائب. الكلام ده حضرتك مدام لميس، انت حضرتك يعني الناس بتسمع من طرف واحد، مفيش كلام من ده خالص. الوكيل محمد يمكن حضرتك لو شفتي مكاتباته، انت حضرتك بعيد عن المجال، كتابات مستفزه. لا انا قريت طبعا لان احنا مصر برضه حضرتك يا مدام لميس لازم يعرف انه بيكلم مصر وبيكلم منظومه مهمه جدا في مصر، فلازم لما يجي خطيبها حرصا على مصلحه نجم احنا بنتشرف فيه وحريصين على استمرار نجوميته، ان هو برضه كلامه ومكاتباته تبقى على مستوى نفس الحدث يعني. ولكن ان شاء الله مدام لميس قريب جدا. طيب. وخلال الاسبوع ده هيكون انتهى المشكله ان شاء الله باذن الله. وانا بشكرك سياده النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكره، يعني سواء الخطاب ده او الخطاب ده كان في طبعا يعني تراشق بين الطرفين، لكن ارجع تاني لفكره الاحتراف يعني ليه المدير او يعني وكيل محمد صلاح مصر ان الكلام يكون معاه، لانها قصة قانونية، يعني انا مش محتاجة اخش في الشرح ده، ولكن قصة قانونية لا يتعامل فيها محمد صلاح ولكن يتعامل فيها وكيله القانوني، هو ده اللي بيتعامل، هو ده رئيس الشركة اللي بتديره، هي دي القصة، فالشركة دي لها قصة، فما ينفعش ان هو يتعامل، وهي ده في العالم الاحتراف عامل كده. احنا لما بنيجي عايزين نعمل انترفيو مع صلاح او مع رونالدو او مع اي حد، احنا ما بنكلمش صلاح، محدش فينا بيرفع سماعه التليفون يكلم صلاح، احنا بنكلم وكيله، بنتفق الديل بيبقى مع وكيله. اللي حصل طبعا خلاف بين الوكيل وبين الاتحاد، لكن في النهايه هو بيضر صلاح لانه بيوقع عليه غرامات، قد يوقع عليه ضرائب ايضا داخل انجلترا، وبيعمل له مشكلات، والاهم ان هو بيفقد تركيزه. لكن صلاح النهارده قال شكر الجمهور المصري، وقال انه يعني انا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهارده، وفي الحقيقه رد الفعل كان غير طبيعي واسعدني جدا تفاعلكم، احنا اخذنا وعد بحل الموضوع، واحنا زي ما سمعنا اخذنا ايضا وعد من السيد وزير الرياضه ومن اتحاد الكره بحل الموضوع. مش لازم بقى كمان تبقى سمعتنا بره عامله كده.
يعني مش لازم الصحافة الأجنبية تطلع I am upset, I am insulted, إن محمد صلاح يطلع يقول أنا تمت إهانتي أو محمد صلاح insulted. لا لا ما يصحش. يعني هو ليفربول شايلاه على راسه وعمالين يغنوا له مو صلاح I want to be a Muslim too وإحنا insulting him بنهينه. يعني برضو لازم يبقى فيه يعني إدارة أوسع. ومع احترامي طبعا أنا يعني بحترم جدا وبقدر مجهود هانيا بوريدا جدا وإياب ليطا والشغل اللي هم عاملينه في الاتحاد, لكن لازم في مثل هذه الأمور هم بأنفسهم يتعاملوا بإيديهم في القصة دي, لأنه إحنا مش حمل أي مشكلات. وبصراحة سمعتنا وحشة قوي بره بجد. يعني في النهاية العالم كله بيحتفل بصلاح وإحنا بنقول هو بيطلع يقول I am insulted, أنا تمت إهانتي. ما ينفعش ما تنكدوش علينا برضو. يعني برضو نفس الجملة اللي أنا قلتها امبارح, أرجوكوا ما تنكدوش علينا, ده سبب سعادتنا. هخرج فاصل, لكن قبل الفاصل في تصريحات مهمة للرئيس الفلسطيني أبو مازن بيتكلم في المجلس الوطني الفلسطيني, وقال أنا هذكر الجزء اللي ذكر فيه الرئيس السيسي. هو قال فيه إنه بعد حادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد الله هو اتصل بالرئيس السيسي وقال له إما أن نستلم غزة كاملة كسلطة فلسطينية أو فلتحكمها حماس, وإحنا مش هناخد حل وسط بين الاثنين, وانه لم يحدث اي تقدم في المصالحة الفلسطينية منذ 11 سنة. لناش وقت ان احنا يعني نتعمق في هذا الخبر, ولكن انا ذكرت ما قاله فيما يتعلق بمصر ومحادثاته مع الرئيس المصري. نخرج فاصل, وبعد الفاصل نتكلم على الاستاذ محمد فرج والسي اي بي, ونتكلم على الفينتك, وبعد كده وزير البيئة وادارة القمامة.